ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم كبير، نجم مصر والنادي الاهلي السابق، كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن سلام، اهلا بيك، ربنا مبسوط انت النهارده. قوي. يعني شايفك رايق. حاجه جميله. احنا من كام مباراه كده بنحضر للكلام ده. وقلنا التدوير اللي بيعمله مستر كولر والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها واللعيبه اللي بتبدا كل مباراه بيغير في 3-4 لعيبه، وبعدين الشوط الثاني بيغير في 5 لعيبه. حاجه جميله، يعني في كيمياء كابتن اسلام بين الرجل وبين اللعيبه. والحاجه كمان الجميله، اللعيبه مزاج عالي، يعني تحس لعيبه النادي الاهلي النهارده لا مزاج عالي قوي في الاداء. الاجوال كلها النهارده باربعه، حتى الحاجات اللي ضاعت، ضربه الجزاء اللي ضاعت هنا او ضربه الجزاء اللي ضاعت هنا، تحس جمل تكتيكيه بيتدربوا عليها. مفيش حاجه عشوائيه، ودي ميزه اداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ان كل الجمل التكتيكيه الهجوميه اللي معموله في التلت الهجومي يا اسلام فعلا بتتنفذ على الجول، وفعلا بتبقى مثمره وبتسجل اهداف. فالنهارده انا بحيي لعيبه النادي الاهلي، بحيي مستر كولر، طبعا الجمهور اللي كان موجود ورا الشاشه، الجمهور اللي كان موجود في الملعب استمتع بشكل كبير جدا في اداء النادي الاهلي. وقلنا ده المؤشر اللي بيطمن الناس كلها، ان احنا ما شاء الله عندنا 30 لاعب من افضل 30 لعيبه موجودين، مش بس في افريقيا ولا في اسيا، لا كمان في الدوري المصري. عايز اقول لك يا اسلام ان اللعيبه دي تقدر تلعب كل يوم، يعني الناس تقول لك كل 3 ايام في اجهاد وفي لا، ما لعبت النادي الاهلي لا، احنا حاجه تاني، شكل تاني، نقدر نلعب كل يعني كل هو يوم. كابتن ماهر بيتكلم من حبه يعني. طبعا هو لكن هو طبعا كل 3 ايام ده كل يوم دي هتبقى صعبه، لكن وكل 3 ايام صعبه لكن احنا قادرين وعندنا الخبرات بالظبط، وعندنا السكود الجميل اللي يقدر يلعب كل 3 ايام. وعايز اقول لك اسلام، يمكن انا في كذا حلقه قلت صعب جدا حد يقلدنا، لان احنا يعني كل ما الفرقه بتحاول تقلدنا يا اما بتخسر يا اما بتتعطل، موضوع صعب، صعب جدا جدا. هو النادي الاهلي بس اللي يقدر يلعب كل 3 ايام، هو النادي الاهلي بس اللي هو عنده السكواد الجميل المميز بهذا الشكل. هو ده الاداء اللي فعلا بيفرح جمهور النادي الاهلي. النهارده سكور عالي، اداء مميز، كوره جميله، مستمتعين بمباراه يعني طرفها النادي الاهلي واضح من بدايه المباراه، مع احترامي طبعا للخصم النهارده طلائع الجيش. طلائع الجيش، لكن النادي الاهلي النهارده بصراحه عملنا اداء مميز تكتيكيا من خلال اكثر من 95 دقيقه. فعلا مباراه بتتحسب من المباريات المميزه للنادي الاهلي، وده كان باين يا كابتن اسلام وقلنا من المباريات اللي قبل كده في اشواط لكن النهارده الحمد لله رب العالمين يمكن الشوطين كانوا على اعلى مستوى من خلال الاداره الفنيه او من خلال التكتيك اللي لعب بيه النادي الاهلي.